أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي في هذا الشهر الكريم في برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا في هذا اللقاء. نحن مشاهدين في شهر الخير والفضائل، شهر رمضان الكريم، دائما نتحدث عن الجهد والكرم، ونتحدث عن التصدق في هذا الشهر الكريم وعن الأعمال الصالحات. والصدقة جزء مهم جدا في حياتنا وعباداتنا، خاصة في هذا الشهر الفضيل. نحاول اليوم أن نتحدث بالتفصيل عن الصدقة والصدقات في رمضان. أهلا بك شيخنا مرة أخرى. ونحن نعلم أن رمضان هو شهر الفضائل، كيف لنا أن نكون من المتصدقين في هذا الشهر الفضيل؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصدقة، أول حاجة نعرف الصدقة، الصدقة هي الشيء اللي تعطيه للمسكين. وفيها هي ثلاثة أنواع: زكاة الفطرة، برضه اسمها الصدقة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها. دي صدقة. وفي صدقة زكاة الفطرة برضه، دي فرض. بعد ذاك التطوع، صدقة التطوع دي الصدقات فرض، زكاة المال فرض، زكاة الفطر فرض. بعد ذاك الزول ينفق من مال في وجوه البر والخير، ده اسم الصدقة، وهي ثواب عظيم ومنزلة عالية عند الله تعالى. وجاءت الآيات في القرآن تشجع على الصدقة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، إلى آخر الآيات. وآيات كثيرة في القرآن تحسن على الصدقة والإنفاق في وجوه البر والخير. بس اشترط في الصدقة تكون مقبولة عند الله إن زول يعمل النية خالصة لله تعالى، كما صفة عباد الله الأبرار. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. شو جزاء زول بيصدق بمال بنية خالصة لله سبحان الله. وحذرنا من الرياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني مثلا ضرب لنا مثل زول بيصدق من ماله رياء ومفاخرة وشهرة، وصف لنا في حجر أملس. الحجر ده أملس عليه غبار، نزلت عليه مطر غسلته. يعني كذلك الزول بينصق ماله رياء عمل ده ما مقبول عند الله، ما عنده ثواب ويتعاقب. نعود لتفصيل هذا الموضوع. معنا أول مكالمة من الجزيرة. إسلام، مرحبا يا إسلام. ألو ألو يا إسلام. يبدو أنه التلفون فقدنا الاتصال مع إسلام. طيب نرجع لمواصلة شرحنا لهذا الموضوع. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات. أول حاجة بدأ صفة المتغير بدخل الجنة ديل بالإنفاق. الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفق من ماله في الفرح والكره والغنى والفقر في كل أحواله، من القليل ينفق من الكثير ينفق، الشقالين ينفق طوال. هذه البقعة أجرهم عظيم عند الله تعالى. طيب فيما يتعلق بالرياء، يعني حقيقة في ناس كتار بيخافوا أنه يقعوا في الرياء في الصدقة، يعني مرات بتحبسهم مسألة أنه يظهروا صدقاتهم دي، بتبقى لهم مشكلة الرياء. يعني مشكلة كبيرة. يبدو انه اسلام دخلت علينا مباشرة. الو مرحب.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دارس على الشيخ من صلاة الجمعة. أيوة. يلا يعني للبنات الشباب. أي للشباب كويس. يعني إذا كان لبس محتشم ومشيته. كويس. طيب ويلا عندي برضو والدتي متوفية، دار أجرى لها سورة ياسين في المغابر. يلا وإذا برضو وهبت لها المصحف يعني أقول بيتما ولا كيف أو في بوليه. كويس جدا، شكرا يا إسلام. بتسأل عن عن ذهاب البنات الشابات إلى المسجد يوم الجمعة. أيه. صلاة الجمعة هي أولا صلاة الجمعة ما فرض على النساء، لكن لو مشت المرأة صلاة الجمعة تأخذ ثواب صلاة الجمعة وتبقى لها بدلا من صلاة الظهر. ويجوز العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. وفي زمن النبي كانوا الصحابيات بمشي نصلم في المسجد وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. يقوي هنا إذا كانوا الحي المسجد في جناح خاص للنسوان وعنده موصول جناح خاص لهم والمسجد قريب وزوجها أبوها داه الإذن تم تصلي بالمسجد، صلت البيت الظهر خلاص. نعم. طيب أنا لاحظت حقيقة بمناسبة الصلاة النساء دي في نساء يعني بتبلم والتوب أو بيلبسوا النقاب ده. أيوة أيوة. في أثناء الصلاة. لا هي أثناء الصلاة دي لابد في الصلاة إذا كان ماشي من البيت للجامع غطت وشها ما في مانع. لكن لما تدخل المسجد تكشف وشها لأنه في الصلاة لابد كشف الوش والكفين. لابد المكشوفات إذا غطت وشها وصلت صلاة باطلة. سبحان الله. طيب برضو سؤال تاني، بنلاحظ بعض النساء في الأسواق بيصلن في الأسواق يعني ما في حاجز، يعني هل يجوز المرأة أن تصلي في الفلاة؟ أي إذا كان زول تاجر في السوق وشغالة في السوق عندها حيات في السوق شغالة عندها وليدات أيتام يجوز أنها تكون صلايتها جنبها تكون متوضي تفرش معها تصلي. ما في حاجة. ما في أي صلاة صحيح. يعني ممكن المرأة تصلي في الحوش عادي حتى في البيت ممكن؟ في البيت أحسن، كل ما صلت دخل جوا البيت يكون أحسن، لكن صلت في الحوش صلاة صحيح. نعم. بيت حرام. نعم. طيب سؤال ثاني من إسلام اللي هو قالت عاوزة تنزل أو تقرأ سورة ياسين لأمها في المقابر. يعني تقرأ في البيت تهب لها، ما تمشي المقابر تقعد تقرأ والناس يتجمع عليها وكده. تقرأ في البيت وتهب لها. وبعدين هي في ناس بيقول لك اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هل الكلام ده صحيح؟ ورد حديث أقرأه أقرأوه على موتاكم، العلماء ضعفوا الحديث ده. ويستحب العلماء بعض العلماء استحبوا النزول يقرأ. والدينا قد لك أي قرآن أي عمل صالح تهب له ويمشي ما عدا صلاة الفريضة. طيب برضو في نفس الشيء قالت هي بتزعل إن دار تنزل ليها القرآن، تجيب ناس يقرأ قرآن لوالدتها يعني يكون صدقة. لا في الحالة دي أحسن حال تقرأ هي تهب لوالدينا والقروش اللي بتجيب الليل يقولوا لها ديل تصدق بيه لوالدون للمساكين. نعم نعم. طيب نأخذ معنا تلفون تاني معنا حسب الرسول. مرحبا يا حسب الرسول. كيف الأخبار الشيخ؟ الحمد لله تفضل. رمضان كريم عليكم. الله أكرم. بزعل من صيام السنة دي، أنا أفتكر إنه فيه خطأ في اليوم لأنه الهلال ظهر اليوم الأول كبير. حكم اليوم ده شنو يعني؟ بدري برضه الليلة امبارح البدر اكتمل البدر كامل يعني أنا في خطأ في الصيام. هذا اليوم ده شنو؟ يعني أنت بتفتكر إن إحنا صايمين ناقصين يوم يعني مثلا ولا شنو؟ نعم نعم. أفتكر ذلك يعني. طيب ها تاني في سؤال؟ لا لا تاني في سؤال. شكرا. حسب الرسول قال الصيام ده المره دي فيه خطا. هو طبعا احنا كل سنه من قديم من زمن الاستقلال لليوم كل سنه بسبب 29 شعبان بتشكل لجنه من الدعاة ومن علماء السودان اسمها لجنه التحري لرؤيه هلال رمضان. واللجنه دي تتبع اخبار العالم وبعد ذلك تقوم تعلن لشعب السودان هل ثبت شرعا بكره اول يوم في رمضان أو نكمل شعبان 30 يوم نسمع كلامهم. وقاموا على الليلة يوم الأحد إنه أول يوم في رمضان يوم الاثنين. وقلنا سمعنا وأطعنا وأعلننا صيامنا. وهم يتحملوا المسؤولية. نحن عم ننفذ. نعم. يعني ما علينا شيء. ما علينا شيء. طيب نرجع لموضوعنا الكلام، ذكرت إنه ناس يعني في ناس براءوا في صدقاتهم. وفي ناس حقيقة بخافوا من الرياء ده خوف شديد لدرجة إنه حتى إنه مرات يعني ما يصدق يقول لك أنا صدق حايف إنه أنا ما يعني الناس يقول عليه شنو يعني أنا ما بقول لك الزول بيمتنع من الصدقة خوفا من الرياء ده رياء.
ايوه يقول لك لا تترك للناس ولا تعمل للناس. أه. ما تترك الصدقه خوفا من الرياء، ولا تد الصدقه رياء. لا تترك للناس ولا تعمل للناس، انت عمل نيتك خالص، انما قدرت خايف انه قدم صدق بقلبك، اللهم اني نويت ان الدجول ده ابتغاء مرضات الله ايمانا واحتسابا. بس طيب افضل الصدقات شنو؟ افضل الصدقات اللي كل ما كان حوجة المسكين لهذا الصدقه كل ما يكون الثواب اكثر. اي مرات يعني في ناس يقول لك الافضل السقيا المويه، المويه، لكن في مرات الناس ما محتاجين للمويه، زول يعمل له سبيل والمويه موجوده بيد جنب البيوت. وفي ناس مرات يعملوا مسجد وما محتاجين للمويه. ايوه كل ما حوجة الشيء، مثلا زول يمشي في غريه، الغريه دي بعيده وبعيدة، لا في أبيار قريب ولا شركب الحمير يمشي بالماء، مسافات بعيد. يعمل بير توازي، عمل له صهريج، وعمل له هنا الناس يشرب، ده عمل عظيم خالص، سبب أكثر. نعم. كل ما حوجة الناس للشيء أكثر كل ما تكون سبب أكثر. نعم. طيب هل في علاقة بين الصوم والإنفاق في هذا الشهر الفضيل؟ دبره ودبره. الصوم صيام رمضان، ده صيام الفرض، في صيام التطوع والصدقة. كله خير، كل من أعمال البر ذول كثير منا. طيب عندنا في الأثر إنه أجود ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجود في رمضان. أي بالخير، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجود بالخير من الريح المرسلة. ما سئل شيئا يعني إلا أعطاه. ارتبط برمضان ليه الجود في شهر؟ ده حكمة يعلمها الله، بأمر من الله. نعم. يعني إنه كل سنة جبريل ينزل في رمضان، من أول يوم في رمضان مع الرسول يدارس القرآن لغاية آخر رمضان. لكن إحنا بفروض نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة. خاصة بيه. خاصة بالرسول. نحن يعني مطلوب نقرأ. يعني نحن نكون برضو نتجود يعني في رمضان. نجود في رمضان بمالنا بحاجه نزيد الصدقه. اي ده 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 اللي قاعد موضوعنا قاعد نتكلم فيه. نعم. طيب معنا تليفون، معنا محمد. الو الو، يا مرحب. محمد، السؤال الاول. السؤال الاول، اول شيء عندنا بيت ورثه. عندكم شنو؟ ايوه ادوان صفى الله يرحمه، وبعدين الاولاد عندي ولد واحد يعني شوف قال داير يبيع البيت ياخذ حقه، والولاد الثانيين ما موافقين على البيع، هل يجوز ذلك؟ البيع يعني؟ انتم ما متفقين على البيع يعني؟ والولد الثاني ده، الولد الداير يبيع البيت ده عنده ما شاء الله بيت ملك وما شاء الله موظف و ما شاء الله عايش في امان الله، لكن هو قال الا يبيع البيت ويديه حقه، وعندنا ساكنين في البيت وعندي 8 اطفال. مسافر. ايوه. هل يجوز الكلام ده يا شيخ؟ ايوه. والسؤال الثاني. جات الولد الان وسلك داير يبيع البيت ده، اول شيء انا دايره محمد حسن يتكلم معاه لانه ما بيسمع كلامي انا وانتي. وقدر ما حاولت اعلمه على اخواني وعاطي عندي، وحد الان ما جه بارك لي رمضان ولا قال لي يا والده انت مبروك عليك. كلامك ده حقيقه كثير، كلامك ده كثير، ادينا السؤال طوالي. ولدك ماله؟ حد يقول لي من قبل كذا ساعه ما بيسمع كلامي، ما بيسمع الكلام. ولدك ايوه عاق يعني. الزوجه جاتني جدا خلاص. والشيء الثاني لحد الان ما جه بارك لي رمضان ولا قال لي يا والده مبروك عليك. معلش صعب شديد يعني من الناحية دي، أنا جاءت خلاص يعني غصبت يعني في الدفمات اللي بيجي تصليني جاءت خلاص اسمع كلام الشيخ إن شاء الله يرد لك. نعم خلاص اسمي كلام الشيخ يرد لك ان شاء الله على اسئلتك دي. ام محمد تتكلم عن انه قالت عندهم بيت ورثه وعندهم اخوه مرتاح. أيوة. هو مصير انه يبيعوا البيت. أيوة. وهم ساكنين فيه، وطبعا زي 8 اشخاص تقريبا، هو ما عنده مشكله يعني ساكن كويس براه وكذا. أيوة. لكن داير نصيبه في الورثه. في الحاله دي ما دام داير نصيبه نجيب السمسار يقيم لنا البيت ده بكم، ونقوم نطلع له نصيبه. طبعا في الحاله دي البيت في الام موجوده والاخوان والاخوات بيت ورثه، نقوم نقيم البيت ده بكم، نقوم نطلع له نصيبه حسب قروش من يعني. من نديه قروش على طلع 100 جنيه نقوم نحن نلم ال 100 جنيه مننا، حتى لو نستلف نديه ال 100 جنيه خلاص اخذت حقك امشي. نحن البيت ده خلاص بقى حقنا، ده اسمه التخارج. ندي مبلغ يمشي. اما اذا كان الاغلبيه دارين نبيعوا البيت يبقى نبيعه ونوزعه كل زول ياخذ نصيبه في القروش. طيب في حاله انه هم ما عندهم امكانيه انه يدوه مثلا قروش، ما عنده ولا ما عندهم يعني ما عنده لا يبيع البيت. طيب لانه ده ورثه. ما في يعني ما في حل يعني. لا ما في حل.
طيب السؤال الثاني، قالت ولدها يعني اعاقه وما يسمع الكلام وكذا، ويعني ماشي على حاله كذا ولدها. تدع تسأل ربنا يهدي، دعاء الوالدين مستجاب. يا رب يهدي ولدي ده، تدعو عليه بالهدايه ان شاء الله ربنا يهدي. وين اديك كذا اديه نصيحه وزاته للولد ان شاء الله يكون يسمع. طبعا بر الوالدين ده فرض، اي حقوق الوالدين من الذنوب الكبائر. اي ولذلك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رقم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. رواه مسلم. فلم يدخلاه الجنة، كان بر الوالدين مع العمل البسيط واليمن يدخل الجنة. تضيع الفرصة دي. أي عقوق الودان لا يدخل، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمرة وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. وبرضه حديث ثاني عقوق الوالدين. طيب في اباء كذا، مع المعذره يعني للاباء، في اباء صعبين شويه بيتعاملوا مع اولادهم معامله حاره جدا وقاسيه. دي مرات هي بتدي للعقوق. نصائح كذا للاباء. طبعا تطلبوا من الولاد من صغار يحسن معاملتهم وتربيتهم ويحببهم يربيهم تربيه كويسه، يشب على طاعه الله وعلى بر الوالدين كما ورد في الاثر: رحم الله ابا أعان ولده على بره. أيوة. يعني الله يرحم هذا الأب الآن ولده على بره. علم ولده الآداب وأطاع بار له. المفروض الأب يكون ذاته يعني أسوة حسنة لل... نعم. نعم. طيب نرجع لموضوعنا يعني للصدقات، ونحن تكلمنا عن من الصدقات قلنا الفطرة، وطبعا مربوطة بشنو؟ مربوطة برمضان. دي بعد زكاة الفطرة أظن عندها موضوع. عندها موضوع يعني بدنا نتكلم عنها، عن يعني على المقدمة عنها بسيطة باعتبار الناس يهتموا بها، ممكن نزول الدافع أول رمضان يعني. أي زكاة الفطرة اللي هي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فرض زكاة الفطرة ما مذكورة في القرآن. نعم. الرسول فرض بأمر من الله. يطلع الأب عن نفسه وعن زوجته وعن ولاده وبناته الصغار والكبار والصائمين والفاطرين. حتى ولو زول ربنا رزقه مولوده وتقول باكر العيد بيت أو ولد. أيوه. يطلع لها زكاة الفطرة. طيب ناخذ معنا برضو تلفون. عائشة من الجزيرة، مرحبا يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس على الشيخ عن زكاة الفطرة. زكاة الفطرة ها؟ سؤالك عنها شنو بالضبط؟ بس على عن انه ابوي واخواني برا وانا امي براني، يعني نطلع لابوي واخواني ولا هم بيطلعوا براهم؟ هم اللي بيرسلوا لكم المصاريف ولا انتوا هنا براكم يعني؟ لا هم اللي بيرسلوا المصاريف. هم اللي بيرسلوا المصاريف. ايوه. سؤالي الثاني عن السواك في رمضان بالمعجون، يعني يفطر السواك بالمعجون يعني ولا ساكت؟ بالمعجون. جدا شكرا يا عائشة. عندها قالت أبوها وأخوها هم أو أخوانا بر السودان، وهي وأمها قاعدين في السودان. أيوة. تسأل عن زكاة الفطر. أيوة. هل يخرجوا لأهلهم هناك؟ أيوة. لا هم هناك يطلعوا زكاة فطرتهم لأنهم في السعودية وفي البلاد الاختراق. أيوة. ويرسل لأمه أنه هنا تطلع زكاتها وزكاة بنته وكذا. أيوة. يعني هم زكاة ديك ممكن يرسلوها السودان؟ أيوة. لا قالوا الزكاة تصرف في البلد الصمت فيها آخر يوم رمضان. اللي في حالة ما وجدت فقير خالص معليش. طيب يمكن يكون ما فعلا ما يجوا في القربة كذا. خلاص ما هدي مالي ويرسلوها لي ويدوهن ياها أو تبيع. وسؤال عاشة الثاني اللي هو السواك في نهار السواك ما قال ما بيبطل الصيام، لكن في المعجون ده شوية عشان فيه إن يستعملوا بالليل أحسن أحوط يعني لأنه فيه ريحة قوية كده. طيب ما بيبطل لكن الاحتواط يعني لأن المالكية حذر الحاجة لو الداعي وصلت الصدر تبطل الصيام. طيب لو رجعنا لموضوعنا يا شيخنا عن الصدقات، الصدقة على ما لا يستحق، مثلا في ناس أغنياء لكن عندهم هواية إنه يعني يشحد الناس، يعني يكونوا سائلين. أيوة. ده اللي بيشحد ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قال: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
لا رواه مسلم يقول ده الفقير الحقيقي. اما الناس اللي بيشوفوا تلقى عيله لابس سمح صحه وعافيه وقوه ويشحد واقف في الاسطوب يشحد بين الناس والدكاكين يشحد, ده ما ندي, ده ما الفقير المستحيل, ده مرض بتاع التسول. وده تلقى عنده ملايين الجنيهات لكن بقت اصبحت عنده مرض ما بيقدر يخليه اللي هو الشحد دي. كل ما يلم قروش وكل ما قروش تكتر يزداد فقر ويزداد زياده ولا اي. طيب نحن ملاحظين انه في ناس كتار يعني في السودان هم ما محتاجين لبعض لكن تلقاهم اهالي يعني هي ما صدقه لكن بنسميها نقول محبه يعني بتهادوا مع بعض. اي طيب ده الهديد ما بقراه الهديد ما يعني تهادوا تحابوا ما في حاجه. يعني مرات بدي قروش ما هديه يعني عينيه. اي ما خلات تدي قروش معناته تدي هديه. مره النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهديه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فقل أعطيه أفقر إليه مني. حتى مرة أعطاني مالا فقلت أعطيه أحوج إليه مني. فقال خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا متطلع كل وتصدق. يا سلام أي. ده موضوع مهم يا شيخ والله. كل وتصدق انت دول غنيان دول اداك هدية أقبله أكل كان محتاج له أكل منه وصدق بيها. يا سلام. طيب أنا معنا هاتف. ألو سهام. سهام قطعت دي والله يا شيخنا المسألة دي مهمة جدا أنا لأنه تلاقينا كثير يعني مرات يجيك زول يديك أي خلاص أقبل منه هدية تزور لك زول مثلا قريب أو قريب أو عمك أو كده يقوم بالذات الحبوبات يقول هم محتاجات لكن بيقوم شنو يدوك ولا كان دي زيارة. هاي زيارة قبل منا وادعي لها. ما فيها شيء يعني. ما فيها حاجة. طيب ثمرات الإخلاص في الإنفاق ممكن يكون بدينا فيه شوية يعني. مهم جدا. ربطنا بالنية. النية خلاص النية في الإنفاق. إن الرياء شوف شبه لنا زول بيصدق مال زي صخرة فيها تراب قال مطر غسلتها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني زي طربيزة زي دفاش بطبار مثل التامطر غسلت. كذلك الرياء يضيع العمل. بعد يكون المن كذلك المن معنى تدي زول تقول أنا مديتك أنا اديت ناس فلان أنا اديت فلان فلان جاني محتاج اديته ويجي قدام الناس أنا مديتك. نرجع للمن ده مره ثانيه لانه فعلا هو بيصاحب كثير من الصدقات بطريقه غير مباشره مرات. معنا ام محمد من عبره. مرحبا يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. انا بسال عندي مثلا التمويل بتاع الزنوك ده مثلا قدمت لي تمويل وكتبت اسم المشروع مثلا عايز اشتري مثلا حاجه واتفقت مع الزول ده يديني الشيك يشيل نسبه ويديني القروش انا ما اشتري الحاجه دي. ايوه يلا داير اشوف الكلام ده لانه يعني ناس كتار ماشيين بالطريقه دي. ايوه طيب واضح السؤال؟ واضح جدا انك بتمشي بتاخذ الشيك وتتفقي مع صاحب البضاعه. أيوة. انا مثلا اتفقت يديني بضاعه وكتبت كده في الفاتوره اشتري بضاعه. كويس واضح السؤال. طيب بعدين الزول ده بيديك الشيك القروش بيديك لها كامله ولا ناقصه؟ بيشيل حقه مثلا شال حقه يديني باقي قروشي. حقه شنو يعني؟ شوف سؤال واضح. نعم واضح. خلاص مثلا من ال 15000 يشيل 2000 يشيل 1000 ونص مثلا يعني كده. ايوه 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 دي حقيقه حاصله يعني. لو زول عمل الحاجه دي يعني شكرا يعني شكرا لك يا ام محمد من عبره. دي حاصله يعني. ده التمويل الاصغر والتمويل الاكبر. عند البنوك في السودان طبعا عندنا قانون اسمه قانون الثراء الحرام. والقانون ده يمنع التعامل بالربا. ولذلك البنوك في السودان بتساعد المواطنين المساكين الفقراء المحتاجين تساعدهم بأنه تديهم قرض حسن. والقرض الحسن اسمه التمويل الأصغر والتمويل الأكبر. ونضرب لنا مثال. أيوة. زول محسر واحدة من بنات ديلة وعندها عيال بلا أيتام دار تتاجر في بضاعة تجيب ملايات وتوزع للجارات تبيع. قالت لهم نحن دالي مشروع تمويل بتاع ملايات دالي مثلا مليون ملاي ولا 500 ملاي عشان نتاجر فيها. يقول لي امشي لتاجر الجملة او المصنع يجيب لنا فاتورة مبدئية بالملايات دي. طبعا اللي تجي لاس المصنع يا ناس المصنع يا اخواننا
أنا تدوني فاتورة ب 500 ملاية أي 500 ملاية عشان دربيع ترزق فيها. خلاص هم يقولوا الملاية بكذا ضربها له مبلغ كذا مثلا نقول 20 مليون أيوه. طوال الشيء الفاتورة توديها ناس البنك يقول له جيب لنا ضمان زول يطمنك عشان سددي لنا قروشنا أو عندك بيتنا رهنوا أيوه. جابت لهم الضمان أو رهنوا البيت طوال يقوم البنك يقول له خلتنا البضاعة دي بنشتريها ونبيع عليه أيوه. نشتريها فترمي بمليون بعشرين مليون ناخد فيها ربحنا 2 مليون أو 3 مليون نبيع عليك ب 23 مليون قبلنا بالكلام ده تسددي لنا 23 مليون قالت خلاص حاضر خلاص امضي لنا طوال يقوم المندوب البنك يطلع شيك باسم التاجر بتاع الملايات ب 20 مليون يشي يركب عربية تيجي للتاجر الفاتورة المودية منك نعم الكشف بتاع الملايات ده منك نعم خلاص لما تجيك فلان الفلاني يسلمها ال 500 ملايه الملاي هاك الشيء دور عربيته فات الزول اللي جات جابت لها كار جابت لها توك توك وشالت الملايه دي مش حطتها في بيتها بقت توزع وتربح فيها ده حلال 100% ما في اثنين ثلاثه ايوه هاي يكون حرام بيتين اول المندوب البنك سلم الشيخ للتاجر الملايات ودور عربيته فات تجي اختنا دي تقول له يا زول المال تلته ولا كتلته الفاتوره دي من 20 مليون اديني 19 والمليون ده عفيته ليه؟ اها دريبه 100% لا حول ولا قوه لان حتى سدد قروش قبل كانت تسدد قروش ملايات لكن هسه تسدد قروش يبقى دريبه ده خطا كبير طيب شكرا جزيلا ان شاء الله وضحت لك الصوره يا اختنا ام محمد من عبره سنعود الى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بعد الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن مرحبا بك مرة ثانية ومرحبا بمشاهدينا الكرام نحن حقيقة بدينا نتكلم عن التصدق في رمضان وبدينا أسئلة كثيرة من ضمنها الناس بيحب يصدقوا لأبائهم ولناسهم الميتين يعني هل الميت يشعر بالصدقة؟ أيوة أولا طبعا أجمع العلماء على أن الميت المسلم ينتفع بأربع أعمال من أعمال الأحياء نمرة واحد العفو عن الميت زول ظالم مات المظلوم قال يا أخي سزولي ده تلقى بتعذب بظلم لي اللهم إني أشهدك عفيت عن فلان الفلان العفو ده ينفع الظالم ده ده العفو عن الميت نمرة اثنين سدد الدين عن الميت زول مديون قال يا أهل الميت قال يا أخوان أبوكم ده داير منه 500 جنيه عندك إيصال ما عندي عندك شهود ما عندي ما منديك واحد تاني تبرع قالت عليه هاك 500 جنيه روح فلان يسقط الدين عن الميت بسداد الدين عن الميت نمرة اثنين ثلاثة الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه ينفع الميت نمرة ثلاثة الصدقة للميت والصدقة نشيل لنا قروش نديها لفقير يتيم مسكين اللهم وهبت 500 جنيه اللي اديت لي فلان ده سأل يروح أمه ليروح أبوه في نفس اللحظة يمشي الأربعة ديلة بالإجماع يمشي للميت المسلم وهل الميت المسلم يعرف بالحقيقة دي طبعا يعرف ولذلك يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام رواه الإمام الحافظ بن عبد البر بإسناد صحيح يبقى هنا ده الميت يسمع الدعاء بتاع الحي ويرد على الحي ويرد على سلام الحي لكن الحي ما بيسمع الرد سبحان الله طيب ناخذ معنا تلفون المسلمي من أم بادر مرحب يا مسلمي يا مرحب وعليكم السلام ورحمة الله تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا تفضل يا مسلمي معاك نحن يا مولانا انا عندي زوجتي وقلت لها علي بالطلاق التليفون ما في سته تليفون وفكرت قلت لها التليفون شنو؟ قلت لها علي بالطلاق انا التليفون ما في له ما تستخدميه يعني ولا شنو ولا ما بيشتريه ولا نعم التليفون ما له قلتها؟ انا قلت لزوجتي علي بالطلاق التليفون ده ما في له ما بيشيله ولا ما تشيله يعني بس ما تشيله من محل لمحل يعني لا
او تطلع بيه في طلاق ولا ما اها وكسرت ويش. كلامك نعم سمعت كلامك ولا ما سمعته كسرت يعني شالت التلفون ولا ما شالته قول شالته ولا ما شالته لا انا شفت التلفون كسرته قلت له طلعت انا شيل التلفون ده التلفون ده ما بيشتغل وانا شفت التلفون وكسرته كده كسرته دي طيب ولا ما طيب طيب اها السؤال شنو دارت اقول له الطلاق ده وقع ولا ما وقع هي كسرت أيوه. كسر هي حلب بالطلاق هو حلب قال لا والله التلفون ده ما تشيله شالته شالوا شالوا هو كسروا ايوه يعني هو يعني هي ما شالته هي ما شالته يبقى ما احنس في حليفته اه اي هنا ده الحالتين الحاله الاولانيه اذا شالت التلفون احنست في حليفته وكسرت حليفته بكلام من البلدي في الحاله دي يترتب عليه وما بيترتب عليه طلاق لان عند الحليفه بالطلاق زول حلف لزوجته قال له على الطلاق ما يشيل التلفون ده وشالته ما بيقع الطلاق لكن يلزم حاجتين اثنين نمرة واحد يستخبر لأنه حلف بغير الله نمرة ثلاثة يطعم 10 مساكين نمرة اثنين يطعم 10 مساكين نمرة ثلاثة الطلاق ما بيقع لأن يقف من نص المادة 130 ألف من قانون الأحوال الشخصية المعمول في جميع محاكم السودان المادة النص يقول شنو لا يقع الطلاق بالحنسي في يمين الطلاق أو الحرام ده في حالة كسرت حليفته وشالت التلفون لكن ما شالت هو براه شال وكسر يبقى ما أحنس في يمين ولا عليه إطعام ولا عليه هنا طيب. طلاق طيب هو عليه. هو حلف بالطلاق حلف ساكت ثم خطأ يا شيخنا من أراد أن يحلف فليحلف بالله أي من إحنا سأقولنا ده حليف بغير الله نعم طيب نحن لو رجعنا لموضوعنا الجبيل حقيقه الخصومات دي نحن في ناس كثار رحلوا عن دنيانا ربنا يرحمهم ان شاء الله بتكون بين وبين الناس في خصومات وبعض الناس عارفينها وفي ناس ما عارفينها دارين الاحياء دي عشان طالما انت قلت العفو ده بيصل للميت كيف الناس يسيروا بين الناس يعني لو عارف في فلان ده والله كان زعلان من فلان امشي ليه واذكره واقول له يا اخي اعفو عن فلان يا اخي الا في الحاله دي انت تكون بطريقه فنيه ايوه مثلا اضرب لك مثال ابوك توفى الى رحمه الله الناس بيجي يعزوك الناس بيجي يعزوك ديل أصحاب أبوك وأصحابك والأهل والجيران كل ما يجي يعزوك إخواننا صلى على النبي اللهم صلى على النبي أبوي ده إخواننا كم معاشركم مخالطكم ما بيخت يوم فلتت منه كلمة في حق زول زعل زول أعمل معروف قولوا أبوك ده عفينا منه لله يا زول أبوك ده عفينا منه لله دي أعظم هدية تقدمها للميت يا سلام لانه انا قلت الكلام ده لانه حقيقه الناس ما بينتبهوا للحته دي ونحن ستة فتحت لنا باب مهم جدا الناس لازم يتداركوا يعني مساله الخصومات دي لانه زول لما يموت خلاص ثاني يعني الناس بينسوا احياء كثير من الناس بينسوا الاموات دي طيب طالما نتكلم نحن عن الانفاق وهذا عقوبه ترك الانفاق العقوبه اسمه البخل البخل اي البخل ده صعب الرسول كان بيتعوذ من البخل الشح والبخل ده مرض يعني ومن يوق شح قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يعني زول البر ربنا يطهر قلبه من الشح يبقى هنا والشح هو البخل والشح كمان يمنع حق ويكون طمعان في حق الآخرين نعم يبقى زول البخيل ده يعني ذنبه كبير يعني ما بيصدق من ماله بخيل ما بده يضيع عليه ويتعاقب عليه لأنه البخل مرض من أمراض القلوب طيب ضد طوالي الإنفاق يعني نشوف أثر الإنفاق علينا في الحياة الدنيا وفي الآخرة الإنفاق واضح قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وفي الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أقسم عليهن منها قال ما نقص مال عبد من صدقة الصدقة ما بتنقص المال والإنفاق ده فضل عظيم لذلك جعلنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما معنى الحديث يا مسلم انت بتصدق من مالك تساعد الأيتام الأرامل المساكين بنية خالصة لله تعالى القروش اللي صدقت بها دي قد تكون نسيتها لكن أيه. ربنا ما بينساها نعم. يوم القيامة لما ربنا يجمع الأولين والآخرين في أرض مسطح ذي الطرابيزة دي وتنزل ملكة السماوات يحيط بالخلق من جميع الجهات وتنزل الشمس وغروس الخلق مسافة ميل واحد بس والناس كنت يحدوها هي الشمس حفنانين عريانين لا يأكل لا يشرب لا ينام وطو يوم طويل
وريشك انا صدقت بها دي تجيب فوق راسك تظلك من حر الشمس، تبقى مظله تظلك من حر الشمس. حتى في الدنيا فيها كما قال الحديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس. نعم. طيب ناخذ معنا طارق من الدمازين. مرحبا يا طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ بيبي؟ تفضل يا طارق. الله يسلمك. اذا كنت بصلي مثلا وجاء واحد مار قدامي وانا بصلي وقطع الصف، هل تعتبر الصلاه مقطوعه ولا ما في شيء؟ المرور بين يدي المصلي. ايوه طيب شكرا يا طارق. سمعت السؤال. قال بصلي زلقه ماشي بقدام. يفصح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم. يعني زول وقف يصلي وده مكان سجوده. يزول فايد بمكان سجود الزول ده. ده اخي اللي كان يقيف 40 سنة ولا يمر بين قدام الزول بيصلي 40 سنة في رواية ثانية 40 سنة. يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه المسافة لأن يقف 40 سنة ولا يمر بين يديه. المسافة اللي الزول يصلي هنا ده محل سجوده، بس تجي بعيد من محل سجود، لكن جيت بينه ده محل السجود، جيت بينه وبين محل السجود ده الممنوع. نعم نعم. اي ده لكن ما بيطول الصلاه. آه. يقول انت واقف تصلي جو بين سجودك قفات ما بيطول الصلاه، لكن لو عمدا كان خليه يقف 40 سنه ولا يمر بين قدامك. الذنب عليه هو. ذنب كبير اي. لكن الصلاه ما بتطول. طيب انا شايف في المساجد في ناس كثار تجي ما مره بيثبتك يعني. اي بس انت مد ايدك كده عشان ممكن ما عارفك انت واقف في الصلاه ولا ساهي. مد ايدك كده وزح وكده. كمان انت ما تجيب في خشب الباب، صليت العشاء دار تصلي الشبع الوتر امشي قدام ما تجي في خشب الباب تصلي وناس يجوا قدامك. نعم. طيب لو رجعنا لموضوعنا بتاع الصدقات، نتكلم عن صدقه المراه المسلمه. أيوة. المراه المسلمه المستطيعه. أيوة. اللي عندها مال وكده. اي جاء في صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده فلها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن أو الخادم مثل ذلك. يعني واحدة في بيت جاشة حال في البيت جعان قال جعان عملت له سندويتش فول أدته للشغالة قالت له ودي لزول البر ده. هي عندها ثواب لأن عملت السندويتش ده، زوجها لأن المال حقه عنده ثواب، الخدامة دي شالت السندويتش عشان تدي لزول عندها ثواب. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة غير مبذرة. عندها ثواب، زوجي عنده ثواب، الخدام الناول عنده. طيب ما بالها لو أنفقت من ماله ذاته، يكون كثير خير كثير. عندها مالها، عندها ورثة من أبوها كمان يبقى خير كثير. نعم. نعم. طيب ناخذ معنا هاتف أيضا من الخرطوم إشراقة، مرحبا يا إشراقة. عليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم عليكم. يا مرحب. الله يسلمك. صوتك بعيد. عندي كم سؤال. أيوة. السؤال الأول، عندي أخوي الكبير متوفي وولد الصغير يتيم قاعد معانا، فهل أي قروش أنا بدفع عليهم تعتبر صدقة ولا لا؟ وهل تنفع زكاة الفطرة يعني نديها له ولا تطلعها لزول محتاج برا البيت؟ أيوه ده السؤال الأول. السؤال الثاني بسأل من سجود السهو. نعم. هل بعد سجدتي السهو الزول بيقدر التشهد مرة ثانية ويسلم في حالة الزيادة أو النقصان ولا لا؟ التشهد ماله؟ بعد الزول ما يجي سجدتي السهو بسلم طوالي ولا بقدر تشهد مره ثانيه ولا ما بسلم؟ كويس. طيب عندنا سؤالين. السؤال الثالث معلش. نعم سريع. طيب لانه زمننا خلاص. طيب السؤال الثالث، كان قبل 5 سنة مخطوبه لواحد وبعد اختفى سنتين ما بعرف عنه حاجه، ولما جا راجع كنت فتحت الخطبه مع اهله وقال عاوز حاجات وانا رفضت ارجع له، فأسه هي موجودة لكن أنا بقى نزل فإنه هو سنتين ما جاء وبعد ده يشيل الحاجات بتاع الخطوبة، فهل الحاجة دي صح ولا غلط؟ أيوة. طيب حقيقة أخوتنا إشراق عندها 3 أسئلة وإن شاء الله زمن يكفينا. السؤال الأول سريع كده نجاوب له سريع. عندها أخوها توفى وعنده ولد معهم في البيت. أيوة. قالت يعني القروش اللي بتديها له دي هل تعتبر صدقة عليهم؟ طبعا صدقة مع أخوها. ود 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 أخوها. ود
تعتبر أكفلته وربته تعتبر كفلة يتيم وتأخذ الشباب وتدي زكاة الفطرة تدي أي حاجة. طيب نتكلم عن كيفية سجود السهو قبل وبعد. سجود السهو طبعا للزل لو زود في صلاة يسجد عند المالكية زود يسجد بعد السلام نقص قبل السلام زود ونقص قبل السلام. مثلا نقص بيقرأ في العشاء الركعة الأولى قرأ الفاتحة ننسى السورة وركع ما يرجع لقراءة السورة يوصل صلاة يعمل في الحزبان بعد ما تم الصلاة التشهد الأخير قبل السلام يجيب له سجدتين الله أكبر يسلم لأنه نقص. نعم. زود صلي في العيشة جاء في التشهد في النص النساء قام على حيل ما يرجع لي قالت التشهد أيوة. يسجد للسهو قبل السلام لا زود لا اسحب الله بنقص الحلس زود في التشهد في الوسط سلم سلام عليكم ذكروا لي سلم من ركعتين دخل في الصلاة اللي نزود في صلاة السلام دي يسجد بعد السلام. نعم. طيب سؤال أخير من أختنا إشراق قالت كانت مخطوبة لرجل وأظن سنتين ما ظهر وبعد ذاك لما ظهر قال داير حاجات يعني خلاص ده يفسخ الخطوبة. أيوة لما تدي لأنه الفسخ منه هو ما دام الفسخ منه هو ما يرجع له أي حاجة لكن الفسخ إذا كان من البيت ترجع له حاجات أو خاطمها معلقة سنتين ويخلاه هذا كمان قوة عينه يقول لها دي نرجع لي حاجتي وهي محبوسة قاعدة راجعه سنتين قالت أكثر من سنة خمس سنوات تقريبا خمس سنوات حق أهله أهله يدوها هرشة أيوة المهم ما يرجع له أي حاجة خالص. نعم سبحان الله ما بيستحق لأن أنت حابسها سنة خمسة سنوات تيجي بعد تطالب بحياتها. القاعدة بتقول يعني إذا كان الفسخ من الخاطب ما نرجع له حاجات إذا كان من المخطوبة نرجع له حاجات لو خاطبه ودفع مسكين دفع له كذا مليون وحاجات كثيرة وقالت له ما دايراك فسخت خطبته من ترجع له كل حاجات. نعم. حتى المأكولات دي تقيم وترجع له. جزاك الله خير شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن على الإجابات دائما المستنيرة للمشاهدين الكرام. على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج غدا في برنامج فتاوى كل يوم في هذا الشهر الفضيل. مشاهدين الكرام دائما نذكركم بالحكم التي تدعونا دائما للفضائل وفضائل الأعمال. دعني أبل لدى الصيام مواجعي وأريح خفق الروح تحت أضالعي سأصوم عن زيف الحياة ومرها وضراوة تطوي الحياة ولا تعي يا رب هذا الصوم واحة رحلتي والغوث للعطشان أو للجائع. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.